السلام عليكم. في قناة سهام أمنياتي لتعليم السياقة بوزات لي واحد لا دام لا كيستيون تاع ما نعرفش نديماري بالطوموبيل، كل ما نكون نعلم فيها راجلي يصرالي مشكل غير على جال الديماراج، مع الاول نبدا نضرب معاه غير على جال الديماراج تاعي. انا واش نقولها، نقولها اليوم انا رايحه نشرح لك كيفاش تكون الديماراج وان شاء الله تفهميني. عندنا هاد لامبرياج، لا بوزيسيون تاعنا لازم تكون صحيحه، ما نطلعش رجلي كاع هكا وما نخدمش بالفراغ تاع رجلي، بالفراغ تاع رجلي ما نخدمهاش هكذايا. لامبرياج راني حنشدو بصبعي الكبير واللي قدامه، ما يكونش كتر، ها صبعي الكبير واللي قدامه، الدرك تاع لامبرياج راني رايحه نابوي هكذا. كي نجي نطلع مانيش راح نطلع كامل على ضربه، لا لا، راني رايحه ندير عباره عن خطوط متقاطعه، شرحت لي في الفيديو تاعي وقلت نديروها نطلعوه نحسبه، واحد زوج ثلاثه اربعه، يعني الربعه كي نطلقوا على اربعه راهي رايحه الطوموبيل تاعي تكون تحركت من بلاصتها ماشي في بلاصتها. حنايا رانا هنايا رانا رايحين، كي درتي بروميير بديتي ديماري غير بالعقل، ماذا طلعي شويه ومن بعداتك زيدي لها شويه، تحسي بالطوموبيل تاعك راهي ترعش، ما تروحيش تمتم تطلقي لومبرياج تاعك، زيدي كملي هكذاك وطلعي بالعقل بالعقل، ما تطلقيش لومبرياج تاعك حتى السياره تاعك تكون خرجت للطريق، التركيز دائما يكون على لومبرياج، ما نطلقش لومبرياج تاعي حتى تكون في الطريق الكبيره. اوكي ان شاء الله تكوني فهمتيني، ولا ما فهمتيش عاودي راسليني. السلام عليكم. السلام عليكم. في مدرسة سهام لتعليم السياقة شرحت لها المدام كيفاش عندي على اللومبرياج، ودوكا راني رايحة نوري لها لا بوزيسيون اللي تتحرك بها الطوموبيل. حنايا ها اللومبرياج تاعنا، سبق لي وقلت لكم نشدوه من الطرف، نشدو اللحمة تاع رجلي، هاد اللحمة تاع صبعي الكبير، بهادي نخدم، بهادي نخدم، هاد اللحمة تاع اللي تحت صبعي الكبير هي اللي تخليني أن نحرك نشد بها لومبرياج. نابويي كامل لومبرياج تاعي، من بعد نجوز بريمير تاعي، نحبط الفرامة تاعنا، نعطيلها النغمة تاع لاكسيليغاتور، راكو تسمعو، نعطيلها النغمة حنينة تاع لاكسيليغاتور، نبدا انرخم. شوفوا لا بوزيسيون كاش هي تطلع، ها هنا راهي تحركت لي السياره، نقعد شاده، زيد زيد، نقعد نطلق لومبرياج تاعي ونتوكل على ربي، نجي نحبس نشد لومبرياج باش يفرم. اوكي حنايا ان شاء الله تكونوا فهمتوا. السلام عليكم. السلام عليكم. في قناة سهام أمنياتي لتعليم السياقة راني رايحة نعاود لكم لابوزيسيون تاع لومبرياج وكيفاش تكون الوقوف تاع السيارة تاعنا. حنا قلنا نديرو بريمير تاعنا، نحبطو الفرامة تاعنا يا خويا، نهبطوه، نعطيلها شوية نغمة بالاكسيليغاتور، راكو تسمعو فيها، ونشوفو لومبرياج تاعنا كيفاش راهو يطلع، وحدة خطوط متقاطعة، قلنا شوية 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 شوية، هنا بدات تتحرك الطوموبيل، هنا كي تتحرك لك الطوموبيل ما تروحيش تطلقي لومبرياج، هاي مشات بلاصتها، هنا شوفي كيفاش تطلقيه، وكي تجي تحبسي نقصي شوية بالفرا ومن بعد شدي لومبرياج تاعك. كل ما نجو نحبسو نقصو شوية كيما نقول لهم أنايا، نخلعوها شوية بالفرا ومن بعداتيك نروحو نابويو على لومبرياج ونزيدو لها نغمة رقيقة في الفران. الفران ما لازمش نحطو رجلنا كامل المشطة تاعنا هكذا، الفران ما لازمش نستعملوه هكذا، الفران راهو الحين نخدمو غير لي دوا تاوعنا، صباعتين تاوعنا، ها لي دوا تاوعنا هكذا، ها صباعنا تاعنا، ها لومبرياج. نزيد نعطيكم ملاحظة تاع لومبرياج،
لومبرياج ما راناش رايحين نرفدو الطالون تاعنا. كاين اللي هكذا ترفد لك الطالون، كاين اللي ترفد لك الطالون كي تكون تطلع لومبرياج، ترفد الطالون معها، ترفد المولي معها. نو لا جونغ هادي ما ترفديهاش، الجوني هذا ما نرفدوش، يقعد سيبور الطالون هو يقعد سيبور في الطابي، ولومبرياج تتحرك الرجل برك، صباعتين برك هما اللي يتحركوا. يا اخي قلت لكم نخدموا بهذيك لابول تاع صبعنا الكبير، هو اللي يتحرك، والفرا ما ندخلوش كاع رجلنا هكا نوقفوها، لا ما نخدموش بالفرا تاع رجلنا، الفرا غير هكذا. هادو هما الملاحظات اللي يسحقوا تفهموهم، باسكو كاع يقدروا يعلموا بصح ما يقدروش يعطوكم هاد الملاحظات الصغيورين، وهما فيهم اهميه كبيره كبيره. نزيد نقول لكم لاكسيليغاتور كيف ما نروحوش ندخلوا هكا رجلنا، لا انا كيفاش نعلم لي كونديدا تاعنا، نديروا حركه اللمس، نشد الفران تاعي ونروح لاكسيليغاتور كيف نحرزوا ما نطلعوش رجلينا، طلعوش الطالون على الطابي، دائما الطالون يقعد في الطابي هو السيبور تاع رجلنا. لاكس الفرا ما ندخلوش كاع، ها شوفوا ها ما نخدموش كاع هكذا، ما نطلعوش كاع هكا، لا غير لي دو. ولومبرياج اكيد فهمتكم فيه، هو الصح تاع الطوموبيل، اين فوا تبداي يجيكم واعر بصح اين فوا تفهموا له سي بون، لومبرياج ما تطلعولوش الطالون كي يكونوا نخدموا به، ما يطلع الطالون ما تطلع الجنو تاعنا هكذا. السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو، وربي يوفقكم ويقدركم، والسلام عليكم.